صباح الورد عليكم مرة تانية. خلونا بقى نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من الحوافز المالية اللي أقرها مجلس الوزراء المصري لسيدات مصر اللي لم ينجبوا إلا أو لم ينجبوا أطفال إلا طفلين بس، اللي بتقدر ب 100,000 جنيه سنويا، وكمان وجود وثيقة تأمين بقيمة 60,000 جنيه هتصرف للسيدة عند بلوغها 45 سنة، بشرط طبعا التزام بعدد من الضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر، والفحوصات الدورية والالتزام بجداول للتطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري على صحة الأم. تفاصيل تلك الحوافز وتأثيرها في الحد من الزيادة السكانية هنعرفها من دكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة. صباح الورد يا دكتور. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. خليني اقول لك ان ده من الاخبار اللطيفه قوي اللي ممكن نسمعها، لان احنا عندنا دايما فكره الموضوع المغلوط بتاع خوي الولاد عزوه، لازم تجيبوا ولاد كتير، الكلام ده كله لسه لحد دلوقتي برغم التطور الفظيع اللي احنا فيه لسه بنسمع برضو الكلام ده. فخلينا نروح الاول لموضوع الحوافز، وقول لنا ايه موضوع الحوافز ده وبعدين نرجع تاني للقصه دي. هو طبعا يعتبر الحوافز دي من ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، ويعني هو طبعا يعتبر حافز جميل جدا بالنسبة لي. أنا شايف أنه هو يعني من ضمن أول الحوافز اللي بدأت تضعها الدولة في فكرة تنظيم الأسرة بشكل كبير، والحد من الزيادة السكانية، خاصة أن عندنا برضه أستاذة سلمى حاجة يعني شوية، أن أنا في خلال 122 يوم حصل إنجاب لأكثر من 523,000 مولود. فده بالتالي مؤشر كبير جدا، يعني ده رقم مؤشر ضخم جدا. رقم ضخم جدا. انا لما يكون عندي 2.5 مليون نسمه، 2 مليون ونص مولود سنويا، ده مؤشر كبير جدا. انا شايف ان هو يعني بيؤثر بالسلب على احتياجات المواطنين وبيأثر على اقتصادنا بشكل كبير. فبالتالي النهاردة الدولة بتبني مساكن وبتبني إمكانيات كبيرة جدا، بس في نفس الوقت الدولة عايزة تعليم جيد وعايزة صحة في مستوى عالي، وعايزة برضو بتبص لمصلحة المجتمع بشكل عام وليس الأفراد. لأن والأفراد كمان يا دكتور، لأن صحة الأم أنا واخدة بالي حتى أن الموضوع ليه علاقة برضو بالتطعيمات وبصحة الأم والكلام ده كله. إحنا لو رجعنا الموضوع حتى لنظرية النشوء والارتقاء، ودي حاجة دي قصة يطول شرحها وفيها نظريات كتير، البني آدم زمان كان حاجة كان ممكن يعيش 300 سنة طول وحجمه مختلف، إحنا عمالين المواضيع بتقل إلى حد ما. فالأم زمان كانت ممكن تجيب 10 أطفال، دلوقتي المواضيع صعبة جدا. فحفاظا حتى على صحة الأم المفروض ما يعني ما نسلكش الطريق ده ابدا، طفل اتنين على الاكثر اكتر من هايل. يعني هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي الكلام حضرتك مظبوط، بس احنا يمكن عندنا المؤشرات العليا دايما بتبقى في الريف بشكل كبير جدا. عندي 4742 قريه، حوالي 31,000 عزبه وكفر ونجع، نسبه فيهم 58 مليون مواطن، فيهم نسبة الزيادة مرتفعة جدا لعدة أسباب، يمكن أحد أسبابها فكرة المرأة الغير عاملة في الريف. فبالتالي ده يعني في مقارنات ما بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة، فالمرأة الغير العاملة بيبقى معدل الإنجاب عالي جدا. طبعا نتيجة زي ما حضرتك أشرتي، وأنا بشكر حضرتك على هذا التوجه، إن في موروثات ثقافية موجودة في الريف، إن الأولاد هم العزوة، لا لازم يكون عندي ابن، ويعني مش بيفرق ما بين الابن والبنت. فبالتالي كلها موروثات ثقافية أنا شايف إن هي لابد أن يتم تغييرها بشكل جاد جدا. أنا شايف إن الحافز مهم جدا في هذا التوقيت، هيؤثر بشكل إيجابي خاصة في عند أهالينا في القرى والعزب والكفور والنجوع. نتمنى أن يكون في المزيد من الحوافز، نتمنى أن يكون في هناك مزيد من التشريعات، أن يتم برضو دراسة ملف يعني تدريس مادة السكان بالنسبة للطلبة في المدارس، نوضح لأهالينا في على مستوى القرى والعزب والكفور والنجوع من خلال منظمات المجتمع المدني، ان هي توعي اهالينا في القرى ان هذه الموروثات الثقافيه بتؤثر على اقتصادنا، بتؤثر على بيوتنا، بتؤثر على ان يكون عندنا اطفال اصحاء، بيؤثر ان على مستقبل ولادنا. هو ده اللي احنا محتاجينه الايام القادمه، محتاجين برضو توعيه من الاعلام اللي احنا دايما بنفتخر به، ان يكون عندنا فقرات خاصه بهذا الموضوع بشكل مستمر. محتاجين يعني العديد من الآليات، بس أنا شايف إن هي خطوة قوية جدا وبداية قوية جدا في فكرة تحجيم
الزياده السكانيه اللي يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا 23 دوله عربيه عدد السكان كلهم 431 مليون، لما تكون مصر 104 مليون و600 الف، ده معدل انا شايف ان هو كبير جدا، يعني مصر توازي اكتر من سكان 3 دول عربيه بالمنطق يعني، فده انا شايف ان ده يعادل يعني معدل طبعا كبير كبير جدا. جدا. طبعا طبعا معدل كبير، فبالتالي احنا مع هذا القرار ولابد ان نساند هذا القرار لان القرار ده مهم، وفي نفس الوقت حتى الشروط حضرتك اللي هي موجوده ان يكون في تباعد بين الولادات، ان يكون في تطعيمات، يعني انا بدي برضو عامل الصحه جانب مهم جدا في هذا الملف يعني، فبالتالي الملف ده انا شايف ان مصر ان شاء الله باذن الله سوف تبرز فيه نجاحات كبيره جدا، ان شاء الله برضو الملف ده هنهدف منه ان احنا يكون عندنا 1,600,000 مولود سنويا بدل 2.5 مليون، فده معدل هيكون على الاقل معقول ومتناسب مع اطارات التنميه وخطط التنميه اللي بتقوم بها الدوله في هذا الاطار. طب هل في امور تحفيزيه تانية ممكن نشوفها الفتره الجايه، في خصومات مثلا أكيد على مدارس القرار كهرباء ميه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو جاي من ضمن سلسله قرارات قادمه جايه في السكه اكيد يعني بشكل مهم جدا، لان الموضوع زي ما انت عارفه برضو لازم يكون في تشريعات، يعني لازم برضو في تشريعات بخصوص هذا الشأن. النهارده مش هينفع ان يكون عندي في طفل في صعيد مصر او في القرى، انا من الصعيد وهو بقول لحضرتك ما ينفعش يكون عندي 7 اولاد و9 اولاد وابقى فرحان ان عندي عزوه، لا هذا منطلق خاطئ، فلا بد ان يكون خلاص ان الدعم يكون خاص بطفلين فقط لا غير، حسب مقدره الدوله وحسب امكانياتها، غير كده انا شايف ان والله والله يا فندم وحسب مقدره الشخص كمان، ساعات الناس بتجيب ولاد وهم ما عندهمش مقدره على انهم، ما هو اللي ما عندوش مقدره ده على فكره هي دي فكره الموروث الثقافي اللي هو برضه هيكون هيجي برزقه، جدا. هم بيقولوا كده هيجي برزقه. هيجي برزقه، الله ينور على حضرتك، فده صحيح. انا اتمنى بس ان حضراتكم تتبنوا هذا الملف ونوعي الناس اهالينا في القرى بخصوص هذا الموضوع. نشكرك جدا جدا الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، وصباحك صباح الورد، وزي ما كنا بنقول كده يا ريت الموروثات الغلط دي نغيرها، فكرة ان احنا لازم نجيب ولاد كتير هيبقوا عزوة لينا، الكلام ده كله يعني على قد مقدرتنا، طفل 2 على الأكثر وبس كده.